البداية بأننا إن لم تجدي هذه الخطوات التكتيكية سوف نقدم على إضراب مفتوح عن الطعام، وهذا الذي تم هذا الصباح، إذ أن 250 أسيرا من الجهاد الإسلامي قد سلموا أسماءهم كمضربين عن الطعام. هذا العدد طبعا سيرتفع خلال الفترة المقبلة بعد مرور 7 أيام على هذا الإضراب. 100 من بين 250 سوف يعلن الإضراب عن الماء يعني بعد مرور أسبوع، وسينضم في نفس الوقت كتائب من الفصائل الأخرى، يعني مجموعات من كافة الفصائل، فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية، من كل مكونات الحركة الأسيرة سينضمون تباعا إلى هذا الإضراب. طبعا اليوم مثلا في ضوء الحوار الذي ظل حتى ساعة متأخرة من الليل بالأمس من أجل يعني منع حدوث الإضراب، جاءت إدارة السجون وقالت نحن مستعدون إعادة كادر الجهاد الإسلامي، كل المعزولين باستثناء الإخوة زيد بسيسي وأنس جرادات وعبد الله العارضة، سيبقوا لمدة 3 شهور وخلال الفترة المقبلة نتحاور. وكذلك توزيع أسر الجهاد الإسلامي، إعادة جمعهم في غرفتين في كل قسم. رفض هذا الاقتراح وظل تحافظ الأسرى على موقفهم بعودة الأمور إلى سابق عهدها كما كانت إلى قبل 5 من يعطيكم العافية جميعا. يعني عطفا على ما تحدث به وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وكان من الواجب أن تكون لدينا كمؤسسات أسرى وقوى على الساحة الفلسطينية العديد من الرسائل التي لابد أن تصل إلى حيث نريد أن تصل هذه الرسائل الهامة في ظل الأوضاع الكارثية والأوضاع المتصاعدة داخل السجون الإسرائيلية، في ظل استمرار 6 من أسرانا في إضرابهم المفتوح عن الطعام في أوضاع صحية كارثية وصعبة، وفي عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والإنسانية بتحديد سقف زمني للإفراج عنهم من الاعتقال الإداري الذي يجدد لأكثر من 70% من الأسرى الإداريين داخل السجون الإسرائيلية في محاكم سورية وبناء على ملفات سرية وتقديرات الشباك، الذي يحتفظ بالمئات من أبنائنا الأسرى الإداريين في هذه السجون البغيضة لفترات طويلة قد تصل إلى مؤبد بالتقسيط كما حصل مع بعض الأسرى إذا ما استمر هذا الإضراب المفتوح عن الطعام ولم تتم الاستجابة السريعة خلال هذا اليوم أو خلال 24 ساعة القادمة لمطالب. إذا في أسئلة يا أخوان أخوات، هذا توضيح بالنسبة لعدد الأسرى المضربين في مواجهة قانون الاعتقال الإداري، هم 7 وليسوا 6. 7 صحيح، يعني آخرهم الأخ عياد الهريمي المضرب. أماني.